يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذا الدعاء أطال الله عمرك أو أبقاك الله، مع أن الأعمار شيء قد فرغ منه؟ ما يتصر على قولها أطال الله بقاك أو أطال عمرك، يقول أطال الله عمرك على الخير أو أطال الله بقاءك على الخير، يزود شوي حتى يكون دعاء صحيح، لأن المقصود من الأعمار هو الأعمال الصالحة، ما هو المقصود الطول والقصر، المقصود العمل الصالح فيها. وخيركم كما في الحديث من طال عمره وحسن عمله. نعم. يقول